بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي الأعزاء، راح نبدأ اليوم بالدرس رقم 9 من الدوال الأسرية واللوغاريتمية. راح نتعرف على حل المتباينات اللوغاريتمية. طبعا عندي طرق أو حالات ممكن الاعتماد عليها في حل المتباينات. راح نشوف الحالة الأولى، راح نعتمد على خاصية التباين للدوال اللوغاريتمية، وخاصية التباين اللي هي هذه: لوغاريتم x للأساس b أكبر من y، فإن x أكبر من b أس y. x أكبر من b أس y. بعيد، لوغاريتم x للأساس b أكبر من y تقتضي أن x أكبر من b أس y. طبعا x عدد موجب و b لا يساوي الواحد، عدد موجب لا يساوي الواحد ال b. أوجد مثال، أوجد مجموعة حل المتباينة: لوغاريتم x للأساس 3 أكبر من 4، ثم تحقق من صحة الحل. الآن بالاعتماد على الخاصة، لوغاريتم x لأساس 3 أكبر من 4 يعني تقتضي أن x أكبر من 3 أس 4، و 3 أس 4 هي 81. إذن مجموعة الحل هي كل الأعداد الأكبر من 81. ممكن تمثيل على خط الأعداد، وممكن كتابة الحل، مجموعة الحل مباشرة. طيب تعالوا نمثلها على خط الأعداد. 81 هنا لا يمكن أن تساوي x القيمة 81، لأنه لا يوجد مساواة، لذلك نضع عند 81 دائرة بيضاء. إذن الأعداد هي كل الأعداد x من r الأكبر من 81، يعني هذه الجزء المظلل باللون الأزرق، أو ممكن نكتبها بالصيغة أو الصفة المميزة: كل الأعداد x حيث x أكبر تماما من 81 و x تنتمي إلى r. هذه هي مجموعة الحل. أما كيف نتحقق من صحة الحل؟ نأخذ أعداد أقل من 81 ومنعوضها هنا، ومنشوف إذا كان الطرف الأول أكبر من الطرف الثاني أم لا، ثم نأخذ عدد أكبر من 81 ومنشوف أيضا، منلاحظ أنه تحققت المتباينة، إذن الحل تبعنا اللي طلع معنا بيكون صحيح. أوجد مجموعة حل كل متباينة مما يأتي: لوغاريتم x لأساس 4 أكبر أو تساوي 3، سهل جدا. x أكبر أو تساوي 4 أس 3، مباشرة x أكبر أو تساوي 4 أس 3، يعني x أكبر أو تساوي 64. إذا مجموعة الحل هي كل الأعداد الأكبر أو تساوي 64، إذا هذا هو مجموعة الحل من 64 مغلقة لا نهاية، أو نكتب على الصفة المميزة هي كل الأعداد x حيث x أكبر أو تساوي 64 و x تنتمي إلى r. طبعا هون لازم نحط و x تنتمي إلى r. الأربعة b، لوغاريتم x لأساس 2 أصغر من 4 تقتضي أن x أصغر من 2 أس 4. أصغر من 2 أس 4 يعني x أصغر من 16. طيب أصغر من 16، إذا مجموعة الحل هي كل أعداد x حيث x أصغر من 16 تماما، ليش حطيناها أكبر بالصفر؟ طبعا لأنه لا يمكن أن تكون x سالبة، لا يمكن أن تكون x سالبة، فهي بالشرط بالأساس x موجبة، لذلك أكبر تماما من صفر وأصغر تماما من 16. إذن هذه نقطة مهمة، عندما تظهر معانا x أصغر من عدد فنستثني الأعداد السالبة والصفر من الحل. أيضا راح نقدر نحل أيضا متباينات لوغاريتمية بالاعتماد على خاصة التباين للدوال اللوغاريتمية. ما هي؟ هذه هي خاصة التباين: بالطرفين عندي لوغاريتم لنفس الأساس، إذن لوغاريتم x لأساس b أكبر من لوغاريتم y لأساس b، فإن x أكبر من y. إذن هذه هي
طبعا اكس وواي اعداد موجبه. مثال لوغاريتم الاكس لاساس 6 اكبر من لوغاريتم 35 لاساس 6، اذا اكس اكبر من 35، وبالتالي هذه التباينه مجموعه حلها هي الاعداد اكس حيث اكس اكبر من 35 واكس تنتمي لار. مثال رقم 5 اوجد مجموعه حل المتباينه. المتباينه هي لوغاريتم x زائد 3 من الأساس 4 أكبر من لوغاريتم 2x زائد 1 من الأساس 4. نشوف طالما عندي خاصية التباين تعرفت عليها، إذا بطبقها على هذه المتباينة، إذا x زائد 3 أكبر من 2x زائد 1 وهذه المتباينة نحلها فنحصل على مجموعة حل المتباينة اللوغاريتمية. شوف ننقل الاكس للطرف الثاني، ننقل الواحد للطرف الاول، رح يصير عندي 3 ناقص 1 2، وعندي هنا 2 اكس ناقص اكس اكس. اذا مجموعة الحل حاليا هي اكس الاعداد الاصغر من 2، لكن ما بقدر بحطها اكبر من الصفر. ليه؟ لانه عندي شرطين هنا، يجب أن يكون هذا المقدار أكبر تماما من الصفر، ويجب أن يكون هذا المقدار أكبر تماما من الصفر. يعني يجب أن أستثني قيم x التي تجعل x زائد 3 أكبر أصغر أصغر تساوي الصفر، وأستثني أيضا قيم x التي تجعل 2x زائد 1 أصغر أو تساوي الصفر. لذلك هناك راح نشوف شرطان. الشرط الأول هو x زائد 3 أصغر تساوي الصفر، يجب أن أستثني قيم x التي تجعل هذه التباين محققة، يعني يجب أن أستثني الأعداد الأصغر أو تساوي ناقص 3، وأيضا يجب أن أستثني 2x زائد 1 يجب أن تكون طبعا أكبر من الصفر، أي أنني سأستثني من قيم x القيم التي تجعل 2x زائد 1 أصغر أو تساوي الصفر، وبالتالي x أصغر تساوي ناقص نص. إذن الأعداد اللي أصغر من ناقص نصف كلها مستثنى، طبعا يضاف إلى مجموعة الأعداد هذه اللي هي أصغر من ناقص 3. إذن وبالتالي شفنا هناك أن x أصغر من 2، وشفنا هنا يجب أن تكون x أكبر من ناقص نصف. إذن مجموعة الحل هي كل أعداد x حيث x أكبر تماما من ناقص نصف، لأنه أنا استثنيت الأعداد الأصغر أو تساوي نصف وأصغر من 2. إذن هذه هي مجموعة الحل للمتباينة، طبعا وهذا تمثيلها البياني. تحقق من فهمك أوجد مجموعة حل المتباينة 2x زائد 1 أصغر تساوي لوغاريتم x زائد 4. نشوف طبعا راح استثني من حل المعادلة هذه قيم التي تجعل هالمقدار سالب أو صفر، وهالمقدار سالب أو صفر. نكتبه هنا، هذا يكون أصغر أو تساوي ناقص نصف، الأعداد الأصغر من ناقص نصف أو تساوي ناقص نصف بستثنيها من الحل، وأيضا x أصغر من ناقص 4 كمان بستثنيها، وبحل المعادلة 2x زائد 1 أصغر تساوي x زائد 4. بنقل x للطرف الأول والواحد للطرف الثاني، سيكون عندي 2x ناقص x x و 4 ناقص 1 3. إذا مجموعة الحل كل أعداد الأصغر تساوي 3، ولكنها يجب أن تكون أكبر من ناقص نصف. إذا مجموعة الحل كل أعداد الحقيقية x حيث x أكبر من ناقص نصف وأصغر من 3، وهو المطلوب. أخيرا واجب رقم 9 للباب للدرس الثاني مطلوب حله في دفتر الواجب وإرساله إلى المدرسة للتصحيح وإعادته للطلاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.